يا لسان يا كلام يا عاجز توصف جمال رب الكمال، أنا بنصحك تسجد بروح متفهمة متعلمة ازاي يكون الاقتطاع قدام بهاء مجد العظيم، وبعرفك انك قصاد اصل الحياة سيد الاله، هو أصل لازم تبقى فاهم إزاي تعبر بالبلاغة عن بهاء. يا ودان يا سمع يا أصم عن سمع صوت القدير، أنا بنصحك الدوافع والتجرد من المشيئة تنحني، وباحترام قدام صلاح مجد الكريم، وبعرفك انك قصاد اصل الحياة سيد الاله، ما هو أصل لازم تبقي فاهمة في السكون نسمعه ندرك غناه. يا عيون ويا رؤية مش بتشوف تفاصيل جمال قلب المحب، أنا بنصحك بالخضوع ما بين ايدين تشفي وتقوم منحني وتسنده ويدي الكرامة للي في الايام قديم، وبعرفك انك قصاد اصل الحياة أصل لازم تبقي فاهمة إن القشور حاجة بتجمله بس الآلام.